محلب يعني قال ده كتير انه لا يمكن تنفيذ اي شيء من برامج الحكومه دون ان يعود الامن. فبالتالي أكيد. المفتاح الرئيسي للمساله كلها ان يكون لديك امن وان يكون لديك استقرار وان يلمس المواطن هذا الامر. في اللحظه اللي احنا بنعمل ده اظن جزء كبير جدا من المشاكل ممكن يبتدي يتحل. طبعا لا تستطيع انك انت تلوم مواطن بيتكلم على الخدمات، انه الكهرباء، المدارس، التعليم، الصحه، وده جوهر التحدي اللي هو هيواجه حكومه محلب واي حكومه تانية هتيجي لمده 10 سنين تقريبا. طب الحكومه دي البعض بيقول ان عمرها قصير بعمر تشكيل البرلمان، واول ما البرلمان يتشكل الحكومه دي هتتغير. هيك موافق على الكلام ده ولا مش شرط؟ لا انا لا مش موافق ولا مش معارض، لكن هي القضيه فنيا نظريا هي وزاره مؤقته. لماذا؟ بناء على ايه الحيثيات؟ نعم، الدستور المصري بيقول انه البرلمان المقبل له دور رئيسي في تشكيل الحكومه. بمعنى ان اي كتله كبيره سياسيه من حقها ان تشكل الحكومه طالما ان هي حصلت على رئيس الجمهوريه يكلف اكبر كتله بتشكيل الحكومه. فنظريا هفترض ان حزب الوفد ولا حزب التجمع ولا المصريين الاحرار هم اللي فازوا بالاغلبيه. هم اللي بيشكلوا الحكومه. في احتمال تاني كبير انه يبقى البرلمان مجموعه من الكتل الاساسيه ومحلب حكومته في خلال الفتره من هنا لحد الانتخابات تؤدي تعمل انجازات جيده فتستمر بناء على هذا انه يبقى في اجماع عليها او من غالبيه الكتل الاساسيه. فنظريا هي حكومه في كل الاحوال كما تعلمين هي لازم تقدم استقالتها لما يبقى في برلمان. زي ما هي قدمت استقالتها لما في رئيس جمهوريه جديد، رئيس الجمهوريه بيجدد فيها الثقه او بيقيلها او بيطلب تشكيل حكومه اخرى او يغيرها. فهي نظريا نعم هي حكومه مؤقته، لكن ظني الشخصي من قراءه المشهد الراهن انها اذا نجحت في تحقيق انجازات ملموسه خلال الفتره الكام شهر، في تقدير الانتخابات النيابيه هتبقى في الفتره من اكتوبر لديسمبر، فبالتالي في الفتره مش قبل كده يا استاذ عماد؟ اظن لا. يعني ولا بد ان تبدا الاجراءات طبقا لخريطه الطريق قبل يوم 18 يوليو، الاجراءات اللي هي الدعوه الى الانتخابات. اذا حققت انجازات ونتمنى لها بطبيعه الحال ان تحقق هذا الامر، فاظن انه يعني الطريق هيكون ممهد امامها للاستمرار. طيب نتكلم بقى يعني عن بعض الوزارات او بعض الاسماء بالفعل تم اسناد الوزاره اليها، يعني سامح شكري يقال انه هيكون راس حربه في حكومه طوارئ. تعليق حضرتك. وزير الخارجيه. انا بالصدفه يعني قبل 10 دقايق ما ادخل مع حضرتك الاستوديو كنت موجود معاه في مكتبه، يعني كنت اقدم له التهاني يعني نتمنى له كل التوفيق. هو الرجل يعني ملف وحافل، يعني تولى مناصب كتيره جدا، طبعا ابرز السفير في واشنطن. وبالمناسبه كلمه سفير في واشنطن ليست عيبا، السفير لما بيروح واشنطن معناه انه كفو، انت بتودي واشنطن، واشنطن اهم عاصمه في العالم، العاصمه التي يصنع فيها القرار العالمي. فبالتالي لما بتودي شخص هذا المكان معناه ان انت بتثق فيه، معناه ان هو يعني حسب تعبير واحد صديقنا كريمه الكريمه. والراجل اشتغل في نيويورك وخبير في نزع السلاح وعنده ملفات كتيره جدا ومحتك بالوضع الداخلي لانه اشتغل سكرتير معلومات للرئيس الاسبق حسني مبارك، فبالتالي عنده خبره. التصور ان هو الدور هو الرجل يعني ينتظر مهام كبيره جدا. وفي هذا الصدد يعني من هذا المكان انا بوجه تحيه كبيره وخاصه للوزير السابق نبيل فهمي. هذا الرجل بذل جهد رهيب وجيد ومحترم جدا في توقيت صعب كمان، واليوم اللي مشي فيه كان افضل انجاز حصل لمصر هو عوده مصر للاتحاد الافريقي. العوده دي كان جهد حقيقي جدا بذلتها كل الادارات المصريه، لكن في القلب منها كانت الخارجيه المصريه بقياده نبيل فهمي ومساعديه الكثيرين في هذا الملف. قدرنا في كمان ان احنا نستعيد ان الولايات المتحده تقر ب ما حدث في مصر، والبيت الابيض يطلع بيان مهم جدا، واوباما اتصل بالمشير السيسي وخدناه. الفتره الجايه انت عندك وضع قدام الوزير الجديد، وضع مهيئ جيد جدا، عندك وضع عربي غير مسبوق بيؤيدك كل الدول العربيه تقريبا باستثناء قطر الى حد ما. عندك الوضع الاقليمي بالنسبه لك جيد ما عدا تركيا، عندك الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده عرضت التعاون معك. فبالتالي ازاي انت تبني على هذا الانجاز اللي تحقق في العشر شهور الاخيره كوزاره خارجيه وتبتدي تعظمي وتنطلقي. احنا محتاجين اظن الفتره الجايه مش دعم سياسي بس، ان انت الاستثمارات الخارجيه تبدا تعود الى مصر وتشتغل من جديد. عشان كده بقى في وزير الاستثمار وفصل الاستثمار عن الصناعه ربما.
نعم طبعا انا يعني مش خبير استثمار قوي، لكن الكثيرون بيتكلموا عن الوزير الجديد اشرف سلمان يعني رجل له زي ما قلنا يمكن مصرف فيه مخضرم. لكن انا بامانه ما اقدرش احكم عليه من مجرد كلام، يعني سمعت اراء غريبه جدا ومتضاربه، واراء كويسه واراء مش كويسه. في الحالات دي انا مؤمن ان لابد ان تعطي كل شخص فتره تجربه حقيقيه لكي تحكم عليه حكم حقيقي. لكن الانطباعات انه كويس جدا او وحش جدا، هذا كلام احنا سمعنا في حكومه الببلاوي سابق لاوان. ناس كثيره كنت بتقول عليها قصائد شعر، وبعد كده اكتشفنا ان هي خبرتها بالعمل الميدان العملي مش جيده. طيب ماذا عن عوده وزاره للتعاون الدولي في هذه المرحله لاداره المشروعات ربما، والتعاون اللي هيكون ما بين مصر والدول الاخرى؟ أنا شايف أنه قرار جيد وموفق، لأن أنت محتاجة الفترة الجاية، هي كانت منفصلة ثم ألحقت على وزارة التخطيط ثم يعني حصل فيها حاجات كثيرة جدا، أظن أنها محتاجة فعلا لحد يتفرغ، بس المهم يكون في رؤية حقيقية أنت بتنطلق على أساسها. رؤية بمعنى أن أنت محتاجة توصل لدول كثيرة جدا فعلا، خصوصا الدول الكبرى، فكرة المشروعات، فكرة التنمية، أن أنت تقدر تسخر ده في إطار. أنت بتقدمي، احنا مش عايزين مجرد فلوس، احنا عايزين فلوس تيجي لمشروعات محدده. مش عايزين فلوس تيجي تطبع عشان نصرف مرتبات للناس. انت عايزه تعمل استثمار، استثمار يعني هتوفر لي فرص عمل حقيقيه كتيره جدا. فاظن ان الفتره الجايه هتشهد، مفترض ان تشهد تعاظم او عوده دور الطبيعي والحقيقي لوزاره التعاون الدولي. واظن يمكن ايامها هذه الوزاره عاشت فتره ذهبيه ايام الوزيره فايزه ابو النجا. طيب دلوقتي وزاره التنميه الاداريه تم الغائها، يعني بسبب ايه من وجهه نظر حضرتك؟ هو كان في خلاف دايما طول الوقت حول مهام الوزاره وتدخلها. هي لم تلغى، هي يعني المهام الرئيسيه بتاعتها ضمن التطوير الاداري او الاصلاح الاداري. انت عندك تشوه كتير جدا فيما يتعلق بالاداره بتاعت البلد. الوزاره دي كانت مسؤوله عن جزء مهم جدا، وهو ازاي تقدمي بيانات سليمه. انت تعلمين انه عندنا مشكله كبيره جدا، كل الدعم وكل الخناقه اللي بسببه جزء اساسي منها مش بس الفقراء والاغنياء ومعانا فلوس ولا معناش، احنا ما عندناش بيانات حقيقيه حوالين البلد. بمعنى لو انا توفر لي، ده انعدام شفافيه بقى ولا ايه؟ لا مش انعدام شفافيه، هو ان انت الاول يكون عندك، نبقى عارفين المكان اللي احنا قاعدين فيه، الاستوديو ده فيه سته، والسته دول اربع رجال وسيدتين او خمس وهكذا، وكل واحد سنه كام ووظيفته ايه. لو عرفنا المعلومات صح تقدري تاخدي قرار صح. احنا ما عندناش فكره عدد المصريين اللي مستحقوا الدعم كذا، اللي عندهم بطاقه تموينيه كذا، الشباب الاكثر ولا هل اللي بياخد الدعم ده بيستحق ولا لا. لو توفرت لك المعلومات دي هتقدري تاخدي قرار سريع ومهم وصحيح. المشكله ان احنا لا توجد هذه المعلومات، ده كان مهمه وزاره التنميه الاداريه. فانت محتاجه ترجعي تاني تشتغلي على هذا الملف بجديه. طيب ماذا عن الغاء وزاره الاعلام لاول مره مشاهدينا في الحكومه الجديده؟ ما فيش وزاره اعلام. سمعنا الكلام ده من فتره ان هيتم الغاء وزاره الاعلام، واول مره طبعا المره دي بتلغى بالفعل من الحكومه الجديده. حضرتك بتبارك هذه الخطوه، دعوات الغائها خلاص مش يعني مش هنتكلم عن اللي فات، ما كان المهم ان دلوقتي ما فيش وزاره اعلام. انت مع ده ولا مش مع ده؟ والناس بتتساءل الوضع هيبقى عامل ازاي؟ يعني الهيئه ممن ستتكون؟ حدود صلاحياتها ودورها هيكون ايه؟ من الذي سوف يتبع هذه الهيئه ايضا؟ الصحافه ولا بس القنوات التلفزيونيه؟ ماذا عن الاعلام الخاص؟ يعني اسئله كثيره مطروحه ومثيره للجدل فيما يخص وزاره الاعلام والغاء. طيب بالصدفه البحث انا مقالي في الشروق النهارده اليومي عن هذا الموضوع، انه الغاء وزاره الاعلام وسيله وليس غايه. يعني هي القضية مش، الناس كتيرة بتخلط بين الأهداف والوسائل. احنا الهدف ان احنا يبقى عندنا إعلام جيد، إعلام رسمي جيد، إعلام قومي بجد، إعلام يخدم كل المصريين. ومطلب إلغاء وزارة الإعلام كان مطلب كل الوزارات كانت بتقول ان احنا آخر الوزير فلان هيكون آخر وزير الإعلام. وفكرة وزارة الإعلام كما تعلمين نشأت مع ثورة 52 في إطار أجواء عالمية، كان وقتها الاتحاد السوفيتي ودول اوروبا الشرقيه بتتكلم كلها حول الحشد والتعبئه. انت بتقولي ان انا والله بخفض خطوات نحو الديمقراطيه. طيب هل وزاره الاعلام تتناسب مع هذا الجو؟ الطبيعي لا. بس هي القضيه ان انا عندي واقع في مصر في اكثر تقريبا ارقام تتراوح ما بين 40 ل 50 الف واحد الوزاره مسؤول عنهم، مش بس اللي موجودين في مبنى التلفزيون اللي هو بياخدوا الجزء الاكبر منه، لا انت عندك مكاتب النيل وعندك شركه المصريه للاقمار الصناعيه وعندك حاجات كثيره جدا. فهل نحن اصدرنا هذا القرار بعد دراسه
أم لا؟ طب احنا اللي بنتساءل، احنا اللي طيب. بنطرح السؤال طيب. المثير للجدل ده على حضرتك. أوكي. فبالتالي انا بقول لك انا ما يشغلنيش فيه وزاره ولا ما فيش وزاره، انا يشغلني ان يبقى فيه الهدف اللي مطلوب يتحقق. ايه هو الهدف؟ ان يكون لدينا اعلام وطني قومي مستقل. اذا انا ضمنت ده يبقى كويس، مش فارقه معايا. وهل الوزاره كانت بتعمل ده ولا لا؟ ده سؤال برضه عايزين نجاوب عليه. فبالتالي اظن انه الالغاء لم يكن مخططا له. بس هو مطروح من فترة، مطروح من فترة منذ بداية الثورة المصرية من 3 سنوات والحديث عنه قبل الثورة، أيام صفوة الشريف كانوا بيقولوا صفوة الشريف آخر وزير الإعلام. لكن أنا مع خطوة الإلغاء، لكن أنا بتكلم إن أنا مش هي قضية إن أنا معه ولا ضد. هل ده هيحقق الهدف اللي إحنا عايزينه ولا لأ؟ أنا ظن الشخصي إنه حتى ما قبل الإعلان عن إلغاء الوزارة لم يكن هناك قرار استراتيجي بإلغائها، بمعنى أن السيد المهندس إبراهيم محلب استقبل بعض المرشحين للوزارة. معنى ذلك أنه كان هناك تفكير الوزارة مستمر، وبالتالي القرار كان قرارا سريعا. لكن احنا دلوقتي أمام أمر واقع، مش ينفع أن احنا نقول والله ترجع الوزارة بكرة. احنا عايزين من الآن. طب حدود صلاحيات الهيئة إيه؟ ده السؤال يا أستاذ أحمد. موجود يا فندم في الدستور، أنت عندك دستور بيلزمك أنك أنت تلغي الوزارة. يبقى عندك مجالس، 3 مجالس أساسية، مجلس خاص بالحاجات المطبوعة وحاجات بالمرئية، وحاجة المجلس الوطني الثالث اللي هو بيشمل الكل. فده الدستور فيه شوية تفصيلات، هو ده الصراحة هيكون بالنسبة لها. مين اللي بيشكل المجلس بالضبط؟ ايه حدود صلاحياته؟ مين اللي يقول ممن يتكون؟ في شوية تفاصيل كتيرة جدا، مهم جدا ان تكون حاسمة وواضحة. واظن ان انا معلوماتي انه تم البدء بصياغة مشروعات بشأن هذه المجالس، وبعضها سلم لرئاسة الجمهورية حتى قبل انتخاب المشير السيسي، وموجود بعضها، وفي اجتهادات كثيرة جدا، اجتهادات في غاية الاحترام عملها واحد زي ياسر عبد العزيز، وفي أكثر من حد ومن جهة قدمت تصورات بهذا الشأن، وبعض الإخوة الإعلاميين في مسبير أظن كان لهم اجتهادات. فمن هنا لحد البرلمان المجلس ان هو بيجي عشان يصدق او يتم اصدار قرار مشروع قانون من رئيس الجمهوريه، هيبقى الاجتهاد بين كل الاعلاميين ينبغي ان يتم حول ما هي حدود الصلاحيات اللي بتتمتع بها هذه المجالس الثلاثه. والفكره الجوهريه ان احنا عايزين اعلام قومي حقيقي ومستقل، مستقل بمعنى انه ليس تابع للحكومه لكنه تابع للدوله، لا يخدم على حكومة أو على رئيس لكنه يخدم على كل الوطن. أنا أظن الفترة اللي فاتت كان في شيء ممتاز جدا بذرت أو نواة جيدة في التلفزيون المصري خلال فترة انتخابات الرئاسة، ظهر أنه أكثر موضوعية من صحف أو وسائل إعلام خاصة كتيرة جدا كانت عملت مصدعة رؤوسنا بالديمقراطية والتعددية والاستقلالية، ثم ثبت أنها ما بتعملش ده. وفي أكثر من، والقصة الشهيرة بتاعت خناقة ما تردد عن قصة ام بي سي والبروتوكول اللي اتعمل مع التلفزيون المصري، ثبت انه القضية الهجوم على التلفزيون المصري لم يكن لوجه الله، كان من اجل كحكة اعلانات ومصالح شخصية بحتة. فبالتالي عندنا نواة حقيقية لإعلام مستقل، لكن بالامانة والموضوع عندك مشاكل كتيرة جدا في هذا الاعلام، عندك ترهل وظيفي غير مسبوق، عندك اداري تقصد حضرتك؟ طبعا وظيفي بمعنى ان عندك وظائف كتيرة جدا، وعندك يعني لما يبقى عندك 40,000,000 واحد يعني بيعملوا ايه؟ طبعا الناس بتتساءل، هل السؤال الطبيعي اللي بيشغل ناس كتير جدا، هل ده معناه ان انا لما بلغي وزاره الاعلام بلغي الوظائف؟ لا، انت الوظائف مش هتقدر تقول للناس روحوا اقعدوا في بيتكم، لكن هتعيد الهيكله بمعنى انك انت تعملي شغل على اساس اقتصادي. بشوف التلفزيون المصري محتاج منه قام قناه بجد، هيشتغلوا ازاي؟ الناس التانيه ممكن تشتغل في حتت كتير جدا خاصه بالاعلام برضه. يعني مفروض مش إعادة هيكلة لا تعني إن أنت الإضرار بالعاملين. أظن أنه في الآخر أن احنا طالما أن احنا كنا ننادي بهذا الأمر، خلاص في أمر واقع أن الوزارة ألغيت، علينا أن ننشغل أكثر بالمستقبل، كيف نشكل مجلس وطن الإعلام بجد يضمن وجود إعلام قومي حقيقي. طيب الحكومة الحالية تسمى، أنت عارف المصريين دمهم خفيف، بحكومة 7 الصبح.
الموضوع ده أثار لغطا وجدلا واسعا، أنه تم حلف اليمين في الساعة 7 صباحا، وأن رئيس الجمهورية يطلب من الوزير أن يتواجد على مكتبه الساعة 7 الصبح. في ناس بتشوف في ده جانب إيجابي ومشرق، والناس اللي خلقوا ليعترضوا شايفين أنه العبرة بأن الوزير يشتغل، مش مهم يكون على مكتبه الساعة كام، وأن دي تفصيلة يعني شكلانية. يعني هل بالضرورة لما الوزير يكون على مكتبه الساعة 7 الصبح ده معناه أنه مش هيشتغل؟ وما قلناش بالضرورة أنه هيشتغل، بس موضوع حكومة 7 الصبح ده إيه رأي حضرتك؟ انت عارف المصريين احنا يعني فيش حاجه بنسيبها في حالها، يعني لازم نتكلم. ده مش وحش ان احنا نتكلم بمنطق ان احنا عندك اعلام كتير وفيسبوك وتويتر، لن نستطيع منع الناس من الكلام، وخلي الناس تتكلم، بس خلونا نناقش الحاجات ببساطه. حضرتك صحيت النهارده قلت لنا الساعه 7 الصبح تقريبا، يعني انا بصحى لان لازم اكون في اجتماع الساعه يعني 9 ونص في الجمنان، ولازم مش يعني قصدي ما هيش بدعه جديده طبعا. قوي يعني، وفي ناس كتيره بتصحى الفجر، بتصلي الفجر وبتبتدي تشتغل. العبره عندي ما يشغلنيش تويتر والفيسبوك والاعتراضات وبعض الناس اللي بتعترض، انا يشغلني النقاش الموضوع حول القضيه. هل الناس لما تصحى الصبح بدري وتشتغل كويس ولا وحش؟ شيء كويس جدا، وفي حديث للرسول عليه الصلاه والسلام بيمجد يعني خيركم في البكور، حاجه زي كده، فبالتالي ده شيء كويس. نترجمه ازاي؟ هو ده القضيه الرئيسيه. يعني انا هل الافضل ان انا اشيد بفكره الناس تصحى بدري وتشتغل، ولا يعني المطلوب يبقى الناس تصحى متاخر؟ صحيح. لا كويس. اذا نجح ده، اذا نجحنا ان احنا ندفع الناس، النهارده في تقارير انه في بعض الوزارات هتبتدي تشغل الناس 7 الصبح، اذا عملنا ده خير وبركه، ده شيء كويس جدا. صحيح. غير ثقافة العمل والتبكير في العمل افضل. احنا مصابين بده عشان مصالح المواطنين، احنا اقل شعب في العالم بيشتغل. فخطوة جيدة جدا، بس مهم جدا ان هي تنفذ ولا تتحول الى مجرد خطوة شكلية، هذا هو المهم. طيب تعال نشوف الانجازات بقى، انجازات الرئيس منذ قدومه حتى الان، والوزارة حتى ابتدت بالفعل، يعني احنا شفنا حاجات ابتدت تحصل، ونمسك كده قطاع قطاع وملف ملف كده في عجالة. يعني طبعا في ظني ان احنا ممكن نخصص لكل ملف حلقة في القريب العاجل خلال الحلقات المقبلة بإذن الله مشاهدين. في مجال الصحة يعني شفنا تم إيقاف مدير مستشفى، أغلقت بعبارة أدق مستشفى مشاهدينا، العيادات الخارجية هتقعد لغاية الساعة 10 بالليل، التحقيق مع المستشفيات اللي رفضت استقبال ضحية جريمة التحرش في ميدان التحرير يوم تنصيب الرئيس. إيه رأي حضرتك في مجال الصحة؟ أظن يعني من الآن ابتدينا نشوف حاجات بتحصل. أنا اللي حضرتك تفضلت بيه شيء كويس، ونرحب ونحيي من قام بهذا الامر، لكن مهم جدا ان انا اخشى ان احنا دايما بننشغل باللي هو شده الغربال الاولانيه، واجري واعمل، وبعد كده الامر يرجع لطبيعته. احنا خلونا نتكلم على افضل سياسه دائمه. ايه هي السياسه الدائمه في هذا الامر؟ اذا تمكن وزير الصحه على سبيل المثال ان هو يضمن انه العمل في المستشفيات يبقى منطقي ومنتظم طول الوقت، خير وبركه، نحيي عليه. إذا ضمننا أنه ده يطبق في كل المجالات هيبقى شيء أفضل، لكن أخشى وأتمنى ألا يعني يصدق كلامي إن إحنا بنعمل الكلام ده في الأسبوع الأول، عشان الرئيس بيضغط على الوزراء لازم يشتغلوا الصبح. وأظن هيكون في اجتماع شهري، يعني الرئيس هيجتمع شهريا في اجتماع شهري مع كل الوزراء بشكل دوري. فمهم جدا يبقى عندنا سياسة ثابتة لكل وزارة وصل لكل الناس، مش بس مجرد الوزير. طب تعال نشوف بقية الإنجازات دلوقتي. السكك الحديدية ماذا حدث فيها؟ يعني أنا عايز حاجة تقول برضو مش أنا اللي أقول كل اللي حصل. الباعة الجائلين وإشغالات الطريق، يعني إحنا من ساعة ما يعني بقالنا 10 أيام كده كل يوم في حاجة بتحصل، عايزين نلقي الضوء يا أستاذ عماد. في الباعة الجائلين أنا يعني من هذا المكان برضو بحيي الحكومة وخاصة وزارة الداخلية وشرطة المرافق والمحافظات على الجهد الكبير اللي عملوه في الأيام اللي فاتت. بالمقارنة بما كان موجودا هذا تطور مهم جدا، لكن أتمنى برضو وضبط الأمن في الشارع والمرور. يعني مشاهدين يعني احنا شفنا، عفوا أستاذ عماد، دلوقتي في دوريات بتمر على المتروهات، ويعني شفنا ده الشرطة ابتدت تنزل الشارع تمر على يعني أنا عندي تجربة. الشارع اللي ورا مجلس الوزراء على طول اسمه شارع إسماعيل أباظه، الشارع ده الجهد عملوا فيه جهد كبير جدا، بس للأسف بيرجعوا تاني البيع جاهلين. ازاي اعمل؟ اظن كان في جوله لرئيس الوزراء امبارح او اول امبارح في المكان اللي هو المفروض يخصص لنقل جزء كبير من الباعة الجائلين. الشرطه بتعمل جهد كبير جدا، وبتروح تنظم تمشي الناس، تمشي الشرطه يرجعوا تاني.
ازاي ثقافه طبعا ثقافه طيب شارع. طيب انا لازم يكون عندي تصور كامل وشامل لفكره البعد. خلق البديل تقصد حضرتك؟ مش طبعا لو خلق البديل مهم جدا ان انا يكون عندي خلق بديل، لانه لا ينبغي ان انا اتعامل مع البعد الجائلين باعتبارهم عصابات ومجرمين. دول ناس معظمهم عايز يشتغل في الحلال، بس بيشتغل بطريقه غير قانونيه. لو انا يعني خير وبركه لو قدرت اوفر ليهم البديل، واتمنى يكون في بديل، لكن افرض ما فيش بديل، مش معناه ان انا اسمح ليه انه يخرق القانون. وصل يعني الافتراء يعني او التسيب والانفلات بيوم، انا بقول لحضرتك الشارع اللي ورا مجلس الوزراء قربوا يدخلوا مجلس الوزراء تقريبا. فبالتالي لابد ان يكون هناك وضوح وسياسه واضحه ورادعه وانسانيه في نفس الوقت للتعامل مع هؤلاء الباعة الجائرين، لان انت لو ما حلتيش المشكله فعلا بسرعه مش هتقدر تحليها بعدين. تمام. طيب فيما يتعلق بالامن العام، مهم جدا برضو بدا يبقى فيه شيء كويس، نحيي عليه وزاره الداخليه بالفعل. عدد الكمائن بدا يبقى ملموس اكثر، الدوريات، التفتيش على وزير الداخليه تفقد اكثر من اسم شرطه، لكن برضو اتمنى انه ده يكون في اطار سياسه عامه، و اتمنى ان يكون تعامل الشرطه مع المواطنين يتذكروا ان هم بيخدموا الشعب. بالتاكيد مش اي سوء علاقه بين الشرطه والمواطنين الذي سوف يستفيد يؤدي منه الى ثوره، مش بس ثوره اللي بيستفيد منه جماعه الاخوان. صحيح، بالتاكيد. طب ماذا عن التحرش؟ احنا شفنا تغليظ العقوبه وشفنا مشهد غير مسبوق ان رئيس الجمهوريه يزور ضحيه هذه الجريمه بنفسه ثم حرمه بعدين القبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمة عاجلة وإلى آخره. يعني أظن ده كان إنجاز فيما يخص نعم. هذه الجريمة البشعة. إحنا شفنا في جريمة التحرش في المطلق. نعم، شفنا في الأسبوع اللي فات أظن يمكن أعنف أو أشد أو أقوى تحرك حكومي فيما يتعلق بهذا الأمر. إزاي وحصل قبل الانتخاب المشير السيسي بيوم أو بيومين، أو سوري قبل تنصيبه، كان يوم الخميس الذي سبق تنصيب السيسي تم تجديد العقوبات على المتحرشين. صحيح، قيادة سيد عدلي منصور. نعم، آخر قرار تقريبا من ضمن القرارات السبعة اللي أصدرها في يوم واحد كان منهم قرار تغليظ العقوبات على المتحرشين. التحرش مش قانون، القوانين موجودة لكن هي ثقافة مجتمع. بالتأكيد. للأسف الشديد احنا الثقافة اللي بس الردع برضو والحسم ربما يعني يحل عندك المشكلة. ردع في حاجات كتيرة جدا إن لم يتزامن مع ان ده يبقى مرسخ في القانون بيمنع الباعة الجائلين بس موجودين. بس التغيير اللي حضرتك تقصده بتأكيد بس هو تراكمي، لكن احنا بنقول يعني مهم الإجراءات الأمنية طبعا مهم جدا اللي حصل شيء صحيح. كويس جدا عليه. انا يعني من حوالي اسبوع كنت في الولايات المتحدة لانه في ناس كثيره جدا للاسف الشديد تقول لك لبس البنات وخارج وبتاع. والله العظيم كل البنات في المولات وفي الاماكن العامه اللي زرناها، كان مدينه ديزني لاند، البنات كلهم لابسين شورتات قصيره جدا، وما فيش حد. وفي دول عربيه بيحصل ده، في تونس والمغرب ولبنان. لا يوجد حد بيتحرش عشان لبسها. صحيح، هذه ليست دعوه. ربما المد الاسلامي السياسي هو اللي عمل ده في مصر من السبعينات يا استاذ عماد. هذا ليست دعوه طبعا الناس تلبس شرطات، لا، لكن الفكره الرئيسيه انه يا اخواننا علينا ان نعالج العقول المنحرفه. صحيح، في عقول منحرفه كتيره جدا في البلد. وزاره الثقافه اذا واقف الاهميه، يعني مش بس وزاره الثقافه، الازهر، الكنيسه. صحيح. الجامع، الدوله المصريه، كل شيء، الدوله المصريه بكل اجهزتها تفهم الناس انه احترامه النفس انه يحترم الست اللي في الشارع. طيب تجميد وتكثيف منابع الارهاب ان صح التعبير، الحمله اللي عملتها الدوله المصريه على اموال الاخوان وشركات ومتاجر الاخوان، قد ايه الخطوه دي مهمه؟ ده من ضمن الانجازات. كل ده في اقل من 10 ايام مشاهدينا، كل اللي بنتكلم فيه ده حاجات حدثت بالفعل، دي مش احلام، دي امر واقع، حاجات حدثت بالفعل. الذي حدث فيما يتعلق بقضيتي محلات زياد وسعودي هو تفعيل لقرار موجود بالفعل، وهو التحفظ على اموال وممتلكات العديد من رموز جماعه الاخوان المسلمين، كان فقط خطوة جديدة فيما يتعلق بجرد هذه المحلات تمهيدا لنقل إدارتها إلى الدولة أو عبر الجهات، انتظارا للحكم النهائي في القضية المرفوعة في هذا الصدد. وحملة وزارة الأوقاف أستاذ عماد ومشاهدينا، هذه شيء في منتهى اللي هي الخطابة والمنابر. وزارة الأوقاف يعني انتصرت على السلفيين، المنابر الآن أصبحت منابر المساجد لوزارة الأوقاف، ومنعوا كمان الاعتكاف في الزوايا والمصليات. إيه رأي حضرتك في القرارين؟ هذا قرار أحيي وزارة الأوقاف عليه، وده من ضمن القرارات الاستراتيجية بجد، يعني ده واحد من أهم القرارات اللي وزارة الأوقاف بدأت تشتغل فيهم وبدأت تنفذه على أرض الواقع. لأن أنت لا يمكن لك أن تحاربي، أن تتحدثي عن مواجهة التطرف
وانت سايب بعض المنابر مفتوحه على مصراعيها ان انت لناس متطرفين او ناس انت مش عارف هم بيقولوا ايه. الخطابه اخطر يعني بالضبط. يعني لو في حد تخيل حد بيطلع على منبر بيتكلم كلام لعقول بسيطه او بريئه لسه ما تعرفش حاجه فممكن يحوله الى متطرف ده فورا. مواقع فاكر محاكمه وقعه الصناديق طبعا غزوه السيد الصناديق ابو اسماعيل نعم نعم لما نعم. كان بيقف في اسد بن فرات نعم. يعني فبالتالي اظن انه ما حدث يعني كان يعني اذكر حضرتك والساده المشاهدين في شهر سبتمبر اللي فات وزاره الاوقاف عملت اللي هي قانون هذا القانون انه ما يبقاش فيه الا ازهريين وانه يتم لهم الترخيص من وزاره الاوقاف. بدانا نطبق ده على ارض الواقع خدنا وقت لكن مش مهم. علينا ان احنا نحافظ على ده وان يبقى فيه رقابه بجد رقابه صحيح. طول الوقت انك انت صحيح. تمنعي صعود اي حد الى المنابر لكن في نفس الوقت عليك ان انت تؤهلي الخطباء والائمه اللي موجودين يتم تاهيلهم بجد جدا. النقطه الثالثه للاسف الشديد هذه الخطوه لن تكتمل الا بوجود جيش من الدعاة الحقيقيين اللي بيواجه الافكار المتطرفه. انت قفلتي المساجد قدام هؤلاء المتطرفين لكنهم يعيشون فسادا في المواقع الالكترونيه. ازاي وبيوصلوا للجمهور لا باس به، ازاي تقدر تواجه الناس دول؟ مهم جدا ان انت توصلي عبر دعاة اخرين الى لان انت او عبر مؤسسه عبر كيانات زي ما شفت الازهر ودار الافتاء اجهزه الدوله كلها صحيح. اجهزه الدوله. المهم انت بالضبط في صراع على عقول وقلوب الشباب الصغيرين. ما لم تدرك ده للاسف الشديد انت بتقفليهم في الجزء الرسمي لكن انت بتخسري ناس كثيره جدا في الجانب غير الرسمي خصوصا من الشباب. هذه معركه طويله الامد ولن ننتصر فيها الا الفكر الصحيح والنفس الطويل. طب ماذا عن تصدي وزاره الداخليه ايضا في هذا السياق مشاهدينا للملصق اللي انتشر مؤخرا هل صليت على الرسول اليوم؟ البعض بيعتقد ان دي جمله عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه بفكركم بالاسلام هو الحل. كانت جمله عاديه بقت دلوقتي عمليات ارهابيه وزي ما انتم شايفين يعني هذه الملصقات تربي ذهنية والدولة المصرية يقظة وتحترس علشان كده تم مواجهة هذا الملصق. وعلى فكرة انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لحضراتكم بيحب يتأكد بنفسه بنات شايلين هذا الملصق ومعاه علامة ربع إياها وهي طبعا شعار عنصري إرهابي الآن تعتبره الدولة المصرية والشعب المصري. فإيه رأي حضرتك في تصدي الداخلية لهذا الملصق بشكل احترازي واستباقي يا أستاذ عماد؟ هذه معركة معقدة جدا وكبيرة بس ومثيرة للجدل. هي مشكلة انت عليك انك تفكري اللي عمل الملصق ده عمله ليه ومين اللي عمله طبعا. وشفنا تصريح عفوا مش هقطع كلامك احد اعضاء حزب النور طلع بتصريح بيقول فيه ان ده استفزاز شديد ان وزارة الداخلية تشيل هذه الملصقات. يبقى يعني ده بيعترف بان يعني في اعتراف ضمني اهو ان حزب النور وناس لهم علاقة بجماعة الاخوان المسلمين هم اللي ابتدوا يحطوا الملصق ده. القضية مش الملصق بالنسبة للقضية لازم تفكري واللي وراه اللي وراه هو فكر فيه. اخشى انه يكون نجح في جزء بنفكر فيه ان انت خليت المشكله كلها دلوقتي بين مجموعه من الناس حاطين ملصق وناس بيحاربوا الملصق. في جزء مهم جدا انا اظن اللي عمله قصد ده ان هو وتطلع المواقع الاخوانيه بعد كده تقول ايه الذين يحاربون الله ورسوله الذين يمنعون الصلاه على النبي. المصريين بيصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام منذ دخل الاسلام 5 مرات في اليوم. احنا مش لما بنصلي يا فندم ده مش ده بنصلي على الرسول احنا في كل لحظه في يعني كل كلمه لازم والنبي وحياه النبي يا شيخ تعمل كذا ولحد لما يجي يحكي لحد حدوته بيقول له طب صلي على النبي في الاول. فبالتالي اللي بيجي يعاكس عفوا يا استاذ ده اللي بيجي يعاكس واحده يقول اللهم صل على النبي يعني عايزين ايه دي اكتر من كده ولا ايه؟ طبعا متفق معاك. فبالتالي هي بتتعمل معركه النهايه بتاعتها الداخليه فيما يتعلق بالقانون تصرفت صح ان هي بتقول نحن نمنع الملصقات على كل شيء. ده قانون موجود من ايام احمد رشدي لكن كنت اتمنى تكون المعالجه والمواجهه مختلفه لانه حتى لا تقع في الفخ او المصياده التي نصبها من وضعوا هذا الملصق. طيب ماذا عن البرلمان؟ احنا قلنا ان هدف الحكومه الاول تشكيل البرلمان المقبل. يا ترى بقى التحالفات سمعنا ان في تحالف ما بين 6 ابريل ومصر القويه، سمعنا ان هيكون بالنظام الفردي. ماذا عن حل الاحزاب الدينيه في البرلمان المقبل؟ وضعيه المراه المصريين بالخارج وفقا للدستور؟ ماذا عن المعاقين؟ يعني حضرتك شايف ايه في البرلمان المرتقب؟ احنا حتى هذه اللحظه عندنا قانون للاسف الشديد اظن انه صدر بدون استشارات جيده وغالبيه القوى السياسيه اللي في اطار 30 يونيو معترض عليه وعلى تركيبته وعلى فكره القوائم بالشكل اللي تم دون. واتصور انه ممكن اتمنى ان يكون في تعديل يراعي متطلبات
القوى السياسية الرئيسية في المجتمع المصري، حتى لا يعني ندخل لسكة عدم دستورية أو صراع سياسي. هذا جزء. الجزء الثاني فيما يتعلق بالتحالفات اللي حضرتك تفضلت وأشرت إليها، المجتمع المصري غير مستقر سياسيا لحد الوقت. الصراع داخل معسكر تيتم نوبي كبير جدا، وشفنا التحالفات، تحالف اللي سعى عليه السيد عمرو موسى، ثم قيل ان فيه السيد مراد بوافي، نعم في مشكله بشانه، ثم فوجئنا بتحالف جديد لحزب الوفد يضم مجموعه من الاحزاب المدنيه، وحديث عن تنسيق. ليس عيبا ان يكون في خلاف واختلاف في السياسه وفي التوجهات، لكن في نقطة جوهرية، أنت البرلمان الجاي هو أنت عايز برلمان يعبر عن القوى الوطنية المدنية الحقيقية. هل أنت عندك يعني أرضية تعمل ده ولا لا؟ نظريا فيه، لكن عمليا إزاي تقدري تقنعي الفرقاء أن هم يقعدوا مع بعض وأن هم ينسقوا مع بعض؟ ده شيء أظن تحت يعني شيء جوهري. الانتخاب بالنظام الفردي يا أستاذ عماد، إيه رأي حضرتك في ده؟ البعض بيرى أنه ده جيد جدا، والبعض بيرى انه ده ظلم للناس اللي عايزه تنزل على قوايم يعني. اوكي، على المستوى النظري اللي بفضله اتمنى ان يبقى اغلبيه انتخابات بالقوائم. القوائم فيها بس القوائم دي بينفذ من خلالها ممكن الاقي بقى اخوان دخلوا طيب في السكه. ما انا هقول لحضرتك انا ولذلك انا قلت لك على المستوى النظري. بمعنى انه الانتخابات بالقوائم بتشجع فكره الاحزاب والفكر الحزبي. انت بتقول ان انا عايز اعمل احزاب قويه في المجتمع، بما انك انت الاحزاب ضعيفه عندك فمش هتقدر تعمل ده، بس لو عملت الفردي اكتر معناها انك انت لن تعطي فرصه للاحزاب انها تقوى. طيب الفردي اقرب الى مزاج المصريين، بس في نفس الوقت هو يشجع على التصويت على اساس قبلي، على اساس شخصي، على اساس عائلي، على اساس جهوي، على اساس. طب ليه ما نعتبرهاش على اساس معرفه شخصيه بالشخص؟ لا. اللي هينتخبه. طب هو المواطن في بريطانيا بينتخب عضو مجلس. طيب المقرم مصر. لا. احسن من بريطانيا واحسن من الدنيا كلها عندي، بس قصدي ان المساله مساله نضج بس زي ما حضرتك قلت. طب ما الهند، بتعمل ده، بتصوت لاحزاب. هي فكره الاحزاب ايه؟ ان انت عايزه تتعامل احزاب ولا لا؟ بتدعميها معناها انك انت بتشجع الناس انه يروح ينتخب برنامج مش شخص. بس هو بينتخب البرنامج بينتخب الشخص، ما انت بتجيب شخص افضل شخص يعبر عن هذا البرنامج. انا بقول لحضرتك الواقع المرير اللي موجود في مصر ما زال يحن الى الفردي، هو اقرب الى مزاجه والى طبيعته، بس النظام الفردي ده بيعرقل الحزبي. في ناس خايفة ان انت لو عملت قوام اكتر معناها ان انت ممكن تخلي جماعات دينية متطرفة بالزبط. توصل فعندك مشكلة حقيقية. ازاي تقدر تطلع من هذه المشكله الحقيقيه؟ ازاي تقدر توفقي بين كل هذه المتناقضات؟ مشروع القانون حاول يتعامل مع هذا الامر، ولذلك طلع غريب يعني كده زي الطفل المشوه، اربع ودان وثلاث ايدين وخمس روس بجد. ف يعني كان الله في عون اللي وضعه، بس في نفس الوقت لا يحقق المتطلبات الرئيسيه العمليه السياسيه حقيقيه. طيب اربع نساء في الحكومه الجديده، الناس شايفة ان ده قليل جدا، وفي ناس شايفة ان ده كويس جدا. ما اعرفش يعني احنا طمعين ان احنا عايزين. لا كان الدور يعني هي 34 وزارة، يعني نسبة وتناسب كده اربع وزيرات و30 وزير، احنا كده طمعين؟ لا مش طمعين. طيب الدور اللي عملته السيدات المصريات، الدور العظيم في الاستفتاء على الدستور ثم في الانتخابات الرئاسية، دور مشكور ومهم ومحترم، وينبغي ان يتم الاشادة به باشد العبارات الممكنة. ولذلك كان البعض بيتمنى ان يتم ترجمه ده في مجلس الوزراء الحكومه الجديده. اظن لسه في فرصه قدامنا، في حاجات كتيره جايه، ويعني عندك مجلس الشعب يعني حاجه بتقر ان ده قليل. نعم. طب والبرلمان بقى؟ البرلمان هنشوف. لا البرلمان سيضمن، موجوده الكوتا اللي موجوده ده، يبقى عندك عدد لا باس به، نسبه كبيره. ما انت كده بتهندسي انتخابيا، فبالتالي انت انا مبسوطه ان حضرتك بتقول ان العدد ده قليل وان احنا مش طمعين. لا يا فندم انا راجل. طيب اخر سؤال عشان الوقت البرنامج تقريبا انتهى. وزاره للعشوائيات بقياده الدكتوره ليلى اسكندر. الفكره زي الفل، لكن يعني دايما الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقولون. صحيح. أنا إيه هي صلاحيات الوزارة دي؟ هتمارس عملها إزاي؟ العشوائيات في مصر هي مسألة متداخلة بين 60-70 منطقة، يعني تبع وزارة الإسكان، تبع محافظات، تبع الأحياء، تبع هيتفرق دمها بين الوزارات؟ إيه هي الصلاحيات بتاعتها؟ أنا دلوقتي عايز أصلح حي عشوائي، أنا كوزارة بروح أصلحه ولا بتفق مع المحافظة ولا مع وزارة الإسكان ولا مع الحكومة ولا مع وزارة التنمية المحلية ولا مع الصناديق المختصة بدي والأجهزة؟
فانا لحد دلوقتي حقيقه لا استطيع، لا مش شايف ايه الحدود اللي هتعملها وايه الصلاحيات اللي تتمتع بها هذه الوزاره، لكن نتمنى للوزيره الجديده او الوزيره القديمه الجديده الدكتورة ليلى اسكندر ان تنجح في هذا الملف، لانه ملف شائك جدا، واذا صلحت هذا الملف تقريبا هتكون صلحت الاحوال في مصر. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق. مشاهدينا ومستمرين معاكم في مثير للجدل، انتظرونا باذن الله تعالى يوم الخميس المقبل وكل الموضوعات المثيره للجدل اللي بنطرحها للتباحث في برنامجنا على شاشه المصري.